منذ ولادة الإنسان وحتى وفاته ينتقل في مراحل مختلفة، وبكل مرحلة امتحان جديد ومواقف جديدة تجبره أنه يتخذ قرار معين. أستاذ علاء وين كنت؟ وعدنا تصوير. يا أخي أستاذ علي دي شوف، شوف النجوم، شوف السماء، الصحراء، هالأجواء الحلوة تخلي الواحد يتأمل. هالصحراء تذكرني بشخصية كان إلها مواقف، عاش نص حياته بالصحراء وختمها بالصحراء. يا أخي شوقتني. منو؟ تعال أخبرك بيه بالاستوديو. استريح. جون، غريب هيك اسم بين أصحاب الحسين عليه السلام. كم واحد بالعالم يحمل هذا الاسم؟ بس ماكو أحد يشبهه. أي نعم، جون اللي راح أتكلم عنه مو رجل غربي أو مصطلح اليوم أجنبي، وإنما هو من النوبيين من أفريقيا. جون بن حوي كان عبد عند الفضل بن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، اشترى أمير المؤمنين عليه السلام ووهب لأبي ذر الغفار الخدمته. شنو صار بعدين؟ بزمن خلافة عثمان بن عفان تم نفي أبو ذر الغفار رضوان الله تعالى عليه إلى الربذة، وكانت منطقة صحراوية على طريق الحج اللي بين العراق ومكة. جون ما ترك سيده أبو ذر وذهب معه وبقى بخدمته لحتى توفى أبو ذر سلام الله عليه، وعادت أسرة أبو ذر إلى المدينة ومعاهم جون. صار مصاحب لآل الرسول صلى الله عليه وآله طول حياته، حتى أنه قبل وقعة الطف كان في بيت الإمام السجاد عليه السلام. ما سبب كل هذا التعلق بأهل البيت عليهم السلام؟ السر بأهل البيت عليهم السلام. تعلق عجيب. أبو ذر كان بكل يوم لسانه يلهج بذكر فضائل الرسول وأهل البيت عليهم السلام، أو جون تعلم منه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. هذا هو الحب الحقيقي. لما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق، خرج معاه جون. تمام، وصلنا الموقفة مع الإمام الحسين عليه السلام. اليوم المرتقب العاشر من محرم، وقف جون يوم العاشر أمام الإمام الحسين عليه السلام حتى يأذن له أنه يقاتل، لما رأى غربة الإمام وهو يقول: هل من ناصر ينصرني؟ قال الإمام لجون: يا جون، أنت في إذن مني، فإنما تبعتنا طلبا للعافية، فلا تبتلي بطريقتنا. اتخيل، كانت دموع جون تتساقط مثل حبات المطر. أتركك يا مولاي؟ قال جملة: قال: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم، إن ريحي لنتن، وإن حسبي للئيم، وإن لوني لأسود، فتنفس علي في الجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني. لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. وبهاي اللحظة إذن الإمام لجون. نعم، أقاتل حتى قتل. جاء الإمام الحسين عليه السلام ووقف عن جسد الطاهر وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار، وعرف بينه وبين محمد وآل محمد. مؤثرة يا أستاذ علي قصة جون مع الإمام الحسين عليه السلام. جدا مؤثرة. وأنا هم أنتظر اللحظة اللي أقول بيها للإمام المهدي عليه السلام: يا مولاي، أتأذن لي أن أكون شهيدا بين يديك؟ فيقول لي: قد أذنت لك. وهو يمسح على رأسي. ويذكر مولانا الباقر عن أبيه زين العابدين عليهم السلام أنه بني أسد لما دفنوا الأجساد الطاهرة وصلوا إلى جسد جون كانوا يشمون من رائحة المسك، ويذكر أنه وجهه كان كالقمر أبيض. يعني ممكن يجي يوم من الأيام أكون كجون للإمام المهدي عليه السلام؟ ما معقولة. كل واحد من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كان يرى نفسه أنه هو ما مؤهل إلى هاي المنزلة العظيمة، لكن سعوا حتى يحققون أمنيتهم. الإمام المهدي كذلك يفرح بتوبة العبد، لأن الله يفرح بمثل هكذا أشخاص، وأنت كذلك حاول تسعى حتى تكون مثل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.